انا تيبان لي من وجهه نظري ان الوداد عنده لاعبين مزيانين، زعما فازوا بهذا عصبه الابطال، فازوا على فرق اللي هو كبير، فريق الاهلي المصري، وزعما ثبتوا بانهم عن جدار واستحقاق فازوا بهذا الكاس هذا. دابا ما نقدرش نحكموا على هذه المنشطات، انا ماشي متندخلش في هذا الشيء، ولكن تيبان لي ان فريق الوداد بدا وكل شيء اللاعبين زعما يقدوا يشكوا، لان لا شافوا اللياقه البدنيه ديال بعض اللاعبين ممتازه بزاف، تيقولوا تيشكوا في شي حاجه، ولكن كي والو ما يلقاوش. تيبان لي فريق الوداد زعما في احسن فريق تقريبا اللي بان لي كاين دابا في المغرب. انا فريق الوداد زعما اللاعبين كلهم ضابطين و تيترينيو مزيان، مقابلين شغلهم، زعما ما نخافوش على فريق الوداد. باذن الله غتربح الرجاء، باذن الله غتربح الرجاء. راك عارف الرجاء واخا كاين مشاكل، فهمتي، الفرق الكبرى التمرد لا تموت، فهمتي، والرجاء الحمد لله دابا راك عارف مع المشاكل اللي كاينه، فهمتي، ماديه معنويه، والاداره التقنيه نتمنوا الله يديهم، فهمتي، والاداره تهم على الرئيس دابا ان شاء الله اللي جا غيقدم اضافه سي البدراوي، راه معروف على الصعيد الوطني، ان شاء الله يكون خير. بيان سير كاينه، بيان سير داكشي داز البارح هو اللي باع، بيان سير اللاعب راه حصل بان المنشطات التوقيف والعقوبه. بيان سير يتوقف اللاعب والعقوبه على الرئيس الوداد والفريق الوداد. صافي شكرا. جاوي ولكن فهمتي عاوتاني الوداد كما كنت عارفي عند اللعابه العماده، فهمتي، عند اللعابه زوينين، مشينا عندهم لعابه كيلعبوا مزيان، مشينا جبران عاوتاني كيحسوني، فهمتي، الرجاء كما تعرفي عندها ازمه مع الازمه وداك الشيء، لعابه عندها ناقصي، لعابه ماشي بحال اللي عند الوداد. انا كعارف فهمتي ضروري في الديربي ولا شي حاجه كيبدا تخرج اشاعه ولا شي حاجه، فهمتي، المنشطات هذا اشاعه ماشي شي حاجه بصح. 100% خاص الوداد تربح. هذا العاده كامل الزبل اللي سد الرجاء هذا العام هو اللي كيطلق اشاعات على الوداد. وقال لك عطيهم 10 مليون باش يربحوا الوداد اليوم. عطيهم 10 مليون، طلع 10 مليون، سير عطيها للفقراء يعيدوا بها العيده واقري. ناس عطيها لخوتهم المسلمين باش يربحوهم. هما بزاف الله تعالى غادي يعاونوهم، غادي يعاونهم الله. واخا الناصري معطيهم لا مليون لا زوج، غادي يلعبوا مع العالم، مع التوني. حنا الجراد حنا قباح فهمتي، ضروري ما نربحوا هذا الماتش ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. منشطات نقول لك الله اعلم ليها. والله راه عارف فهمتي غنربحوها ان شاء الله بالمنشطات ديالهم نربحوها. والله انا كنتمنى الرجاء، حيت انا رجاوي اكيد غادي نتمنى الرجاء اللي يدي هذا تربح هذا الماتش باش دير البطوله ان شاء الله. بغض النظر على الظروف راه ممكن، يعني شحال مره الرجاء يعني كتكون في الظروف ديالها السيئه ويعني كيعطيو تكهنات ولا احتمالات بان الرجاء كتخسر، وفي الاخر كتصدق رابحه ولا كتربحها بحصه عريضه كاع ماشي غير. انا بالنسبه للقضيه ديال المنشطات ما سمعتش بها، وبحكم ان ناس نافذين كينتميو للوداد وكاينين في الجامعه، وراه خاص تكون منشطات ما غيتغاضاو عليها، ما يمكنش غادي فهمت ما يركزوش على حيت الوداد هذيك فهمتي عندها ما في العرس كيف تيقولوا فهمتي. وحيت انا ودادي ان شاء الله تكون الوداد اللي غتربح بصراحه. صراحه المنشطات الى ثبت ان شي لاعب من اللعابه سواء ديال الوداد ولا ديال الرجاء ولا اي واحد يعمل هذه المسائل هذ، ولا ضروري خصو الجزاء، خصو الجزاء ديالو. ما انا ما نقدرش نقترح شي حاجه، كاين الناس اللي زعما كواصلين في الدومين هذا يقدروا يعملوا هذه المسائل، فهمتي شنو بغيت نقول لك. دونك خصو يتعاقب وصافي فهمتيني، هو ما خصوش يبقى يلعب ولا ما شنو ما كيديروا في هذه المسائل هذ. مي حنا ما بغيناهم يديروا لا منشطات لا والو، يشربوا غير الماء والخبز ويلعبوا مع راساتهم. هادشي اللي كاين، حنا اللي بغينا يكون ديربي يكون مزيان، وان شاء الله ما يكون صداع. هذا هو الحاجه المهمه، انا ما بغينا صداع. انا هذه رساله من هذا المنبر هذا للجمهور ديال الوداد، للجمهور ديال الرجاء، انه يلتزم الاقصى اليمين كما تيقولوا، ما بغينا لا صداع لا مشاكل. اللي يربح بصحته.